ارخي حالك وشد حالك بنفس الوقت. إذا بتحط لي إياه بتكون. بالفيديو الماضي ناقشنا الحقب الأولى من اختراع الفوتبول والمشكلة اللي كان صاير بين الدول. وقفنا عند سنة 1863 على الاجتماع الأول اللي كان بإنجلترا اللي انحطت فيه أول قوانين للفوتبول. بس شو هني هالقوانين؟ وكيف اتطورت من هيداك الوقت لتوصل للمرحلة اللي نحنا فيها هلأ؟ هيدا الفيديو هو الجزء الثاني من أول فيديو. إذا بعدك ما حضرت أول فيديو رح أحط لك اللينك تحت بالديسكريبشن. عالسنة شي 40 فيديو. اثنين. بهيدا الفيديو رح نناقش تطور أهم العناصر والقوانين اللي انحطت سنة 1863 وكيف وصلت للمرحلة اللي نحنا فيها. لنحكي بالأحداث اللي صارت قبل ما نفوت بالقوانين. بفترة قبل القرن العشرين كانوا الإنجليز هني أقوى منتخب بالعالم، وكانوا هني كمشين اللعبة بوقتها وما في حدا بخسرهم. أصلاً فوتبول بوقتها ما كان منتشر على كل أنحاء العالم، كان بعده أكتر شيء بأوروبا. بس سنة 1870 السياح والطلاب البريطانيين اللي راحوا أمريكا الجنوبية فوتوا اللعبة شوي شوي على هذيك المنطقة، ومع بداية القرن العشرين بلش يصير في مباريات بين الدول وخاصة بأوروبا، وأكيد اللي كانت مسيطرة هي إنجلترا. وقبل ما تولع الحرب العالمية الأولى في كتير أندية أوروبية بينت على الساحة مثل ريال مدريد، برشلونة، أي سي ميلان والبايرن. وبالعشرينات فوت الاستعمار الفرنسي والبلجيكي الفوتبول على الكونغو، ومن هنيك انتشر على أفريقيا كلها. فكرة الاحتراف صارت تنتشر بنطاق أوسع بأوروبا، وبلش الحكي انه لازم يكون في مسابقة دولية تجمع كل اللي بيحبوا اللعبة من انحاء العالم. ام اجا المحامي الفرنسي جول ريميه اخذ قرار انه ينظم مسابقة دولية كل 4 سنين وسموها كأس العالم. واول كأس عالم انلعب كان سنة 1930 بالاوروغواي، وتحديدا سنة 1937 كان اول ماتش فوتبول بينقل تلفزيونيا عبر اذاعة البي بي سي. زبطها بي بي سي. عطشان. ولنحكي عن الأندية بهديك الفترة، كان فريق ريال مدريد مسيطر على أوروبا وكان نازل فارم بالكلب، مما يطلع بوجهه يدعس ويمشي. بس سنة 1955 اجتمعوا ممثلين من الأندية الكبرى بأوروبا وقرروا يعملوا بطولة أوروبية للأندية، والاقتراح كان من اللاعب والصحفي المعروف جابرييل هانو. السنة اللي بعدها انعمل أول كأس أبطال أوروبا، طبيعي أخذوا الريال. واحدة من أول النقلات النوعية اللي فوتت الفوتبول عالم التجارة والاقتصاد كانت سنة 1968 لما كانت أول مرة بيصير في إعلان أو سبونسر على كنزات الفرق. ومن هون منروح على القوانين وكيف تغيرت. من أهم القوانين اللي انحطت سنة 1863 ممنوع اللاعب يلعب الطابة بإجره هي وبالهواء، لازم تلمس بالأرض قبل. لما تطلع الطابة أوت اللاعب اللي طلعت عليه الطابة هو اللي بيروح بيلعبها وبإجره مش بإيده. إذا الفريق استقبل جول تمشي الطابة عنده من ضربة المرمى مش من نص الملعب. ورابع شيء إنه ما كان في عندهم ضربة ركنية. ولنحكي شوي عن تخطيط الملعب، سنة 1863 كان الملعب محاط بست أعلام بدون ولا خط، وبسنة 1898 بلشوا يحطوا خطوط تماس ومنطقة الجزاء، ومع الوقت زادوا القوس لمنطقة الجزاء والدائرة بنص الملعب. وبخصوص المرمى كان أول شيء قائمان بدون عارضة، بس بسنة 1866 حطوا العارضة، وشي 8 سنين لقدام لحتالي حددوا سمك العارضة والقائمان انه يكون 12.5 سم. وكل هالوقت ما كان في شبك للجول. لسنة 1925 لقرروا يصيروا يحطوا شبك للجول. اجوا قالوا لك عشان مش كل واحد يعمل لي جول من عنده، راحوا حددوا ابعاد المرمى اللي هي بالعرض 7.33 متر وارتفاعه 2.44 متر. قبل جلسة 1863 كان عدد اللاعبين مش معروف، بس بهيدي الجلسة قرروا انه لازم يكون عدد اللاعبين بالفريق الواحد 28 لاعب. وأكلت معهم القصة 8 سنين ليلاحظوا أنه 28 لاعب بالفريق الواحد كتير. أنا أكلت معي دقيقتين ورجعوا عملوا عدد اللعيبة 11 لاعب. وكمان طلعوا قرار أنه الحكم لازم يفتش تياب اللعيبة قبل ما يفوتوا على الملعب. وإذا بدنا نجيب سيرة التحكيم، بال 1890 صار في مساعدين للحكم. أول فترة كان كل فريق هو يجيب مساعد ويستلم خط، بس رجعوا لغوها عشان الزعبرات اللي كانت تصير، وصاروا الحكم ومساعدينه يجوا على هيئة فريق. ولسنة 1938 لأعطوا حكم الراية راية، أبسط حقوقه يعني، ما هو اسمه حكم راية. قبل كان يحمل منديل أو يأشر بإيده أوفسايد، يمكن الحكم بيأشر ليمون يعني.
بحيات اختك ما تقلي بايخ. وقبل كانوا الفريقين هن اللي يتفقوا على مدة الماتش، بس سنة 1897 طلع قانون انه الماتش لازم يكون مدته ساعة ونص ومقسوم على شوطين متساويين. وشي 6 سنين لقدام قرروا يعملوا وقت بدل ضايع واكسترا تايم. واخر عنصر رح نحكي عنه وكيف اخترعوه هو البطاقات. الفضل باختراع البطاقات بيرجع للحكم كين أستون. هالزلمة كان بده يحكم ماتش اللي هو نعرف بأعنف ماتش بتاريخ الفوتبول، اللي هو كان بين إيطاليا وتشيلي بكأس العالم سنة 1860 1962 خيي. وقتها طرد لاعب وما كان يطلع من الملعب لحتى اللي جابوا له الشرطة وسحبوه. وهذه المباراة ضلت بباله لهالحكم 4 سنين. وبعد 4 سنين كان في ماتش بين إنجلترا والأرجنتين بكأس العالم وهو كان الحكم المساعد. والحكم الرئيسي بالمباراة كان يحكي لغة غير اللعيبة، وصار في إنذارات وحالات طرد شفهية، واللعيبة ما كانوا فهمانين على الحكم ليش طردهم أو إذا أخذوا إنذار أو لا. وخلص الماتش ومدرب المنتخب الإنجليزي مستنكر، واللعيبة مستنكرين، والجمهور مستنكر. المهم طلع خينا أستون بسيارته راجع عبيته وقاعد عم بفكر كيف بدي لاقي حل لأتجنب الإنذار أو الطرد الشفهي. وهو على الطريق وقفته إشارة مرور، هون لمعت الفكرة وقال أنا راجع على البيت ضوء إشارة المرور الأحمر وقفني. ففكرت إنه اللون الأصفر عم بيأشر لي لأنتبه واللون الأحمر وقفني، فحسيت إنه هالألوان ممكن تكون حل للعيبة اللي ما بيفهموا لغة الحكم. انعرضت الفكرة على الفيفا وجربوها سنة 1968 بالألعاب الأولمبية بالمكسيك. قرروا يستخدموا البطاقات بكل المسابقات العالمية. هيك أنا بكون غطيت أهم العناصر وكيف تطورت من وقتها لهلأ. بس منلاحظ أنه في فرق كبير بين القوانين اللي انحطت سنة 1863 وكيف كان ماشي الفوتبول بوقتها وبين القوانين الحالية. فأنت شو بتتوقع بعد 100 سنة رح يكون الوضع كتير غير عن هلأ أو حيكون في تغيرات صغيرة بس؟ وإذا حسيت هذا الفيديو كان مفيد بعطوا لشي حدا.